السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بهذا الفيديو الجديد. هذه المهن التاريخية القديمة، مهنة شي الذرة. بسم الله ما شاء الله، فرن مقطقط جميل. يعني انت بتعمل طازة بطازة عشان الزبون يبقى حاجة سخنة على طول. ربنا يعزك وبارك فيك. الذرة المشوي ده يعني من الاكلات اللذيذة، وعلى فكرة مفيدة. الذرة له فوائد كتير، حتى في مسرحية المتزوجون كان سمير غانم بيقول لخطيبته يعني او زوجته، اجيب لك ايه؟ بتقول له كورن فليكس. كورن يعني ذرة، كورن فليكس يعني مسحوق الذرة. فالذرة له فوائد كتيرة وحاجات جميلة وحلوة. وبعدين الفرن الجميل الصغير ده بيعمل بكميات قليلة عشان الزبون ياخد ياكل طازة بطازة. ما برضاش اشوي كتير. عشان ما بشوي كتير. ما بترضاش تشوي كتير. ايوه. لما بشوي كتير بينشف قدام الزبون ما بيرضاش ياخده. فانت بتشوي اول بتشوي اول باول. يا باشا. ربنا يعزك. بسم الله ما شاء الله. الذرة من المحاصيل الصيفية والتي تزرع صيفيا، ومن أهم محاصيل الحبوب في العالم الذرة الشامية. وكما نشاهد هنا نحن المصريون نتناوله مشوي، وبعض دول العالم تتناوله مسلوق. هذه الكيزان يتم تناولها مسلوق، أما نحن في مصر فنتناوله ذرة مشوي. هذه من المهن القديمة، وكنا زمان نحن المزارعون نقوم بشي الذرة في الحقل. وزمانك لو تفتكر كنا زمان نشوي الذرة في الغير. انت فلاح زي حالاتنا. ايوه انا فلاح برضه. أيوة. بس ايوه نجيب شوية حطب. ايوه وبنقطع وبنشوي عليه. بيبقى جميل. وهنا اجمل ان شاء الله مع الفرن الجميل ده. احنا شاكرين افضلك يا ريس. شكرا. حاجات جميله وبعدين حاجه نظيفه. وكوز ما بيدخل النار بتطهره. بتطهره يا باشا. ربنا يعزك ويبارك فيك. نحن هنا من طريق المنصوره السنبلاوين، هذه المهن الجميله، هذا البائع المتجول الذي يقف في الحر صيفا وفي البرد شتاء لبيع منتجاته للمسافرين على الطريق. شكرا يا فندم. شكرا. هذه مهنة أخرى يقوم بها شاب كذلك من شباب الخريجين. وشاب، أنت سيادتك يا فندم قلت لي أنت حاصل على إيه؟ أنا دبلوم صنايع. قسم إيه؟ حاجة جميلة يعني، ربنا يعزك. كما نشاهد الشاب يقوم بعمل عصير كما نشاهد. هو يقوم بعمل عصير للمترددين او المسافرين على الطريق. هذه ماكينة عصير متحركة كما نشاهد او متنقلة. ويقوم بوضع الليمون، حريص على وضع الليمون عليا. هذه ماكينة العصير المتحركة كما نشاهد. هو بيراعي النظافة وكل
كل شيء هنا نظيف. والله ده انت عندك بتقفل اوتوماتيك كمان اهو، بتقفل اوتوماتيك كمان. حاجة جميلة وممتازة، اللهم صل على النبي. أنت بتراعي النظافة في كل حاجة. إذن نحن نقف على طريق المنصورة السنبلاوي وبالتحديد أمام عزبة 90. هو يقوم بعمل عصير للمسافرين هنا وهناك. طريق المنصورة السنبلاوي السريع، الطريق ذو اتجاهين، ما زلنا نتحدث عن المان التاريخية القديمة. نعود مرة أخرى لمحل العصير المتنقل. عن إنتاج العصير، عصير القصب في معصرة أو عصير القصب المتنقل. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، شكراً.